السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أنا دكتور تامر غرباوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على المساحة البحرية أو الهيدروغرافيك سيرفي. الفكرة يا شباب من المساحة البحرية اللي إحنا هنبتدي بقى نسيب المساحة الأرضية واللي إحنا نحدد المواقع على سطح الأرض، بإننا نبتدي نحدد المواقع ونحدد مناسيب قاع البحر. قاع البحر يبقى مطلوب مننا في المساحه البحريه او الهيدروغرافيك سيرفي ان انا احدد المناسيب او احدد الاماكن او البوزيشنز تحت الميه، سواء بقى الكلام ده في بحر مفتوح، سواء الكلام ده في قناه ملاحيه زي قناه السويس، او في نهر زي نهر النيل، وكل نوع من انواع المجاري المائيه سواء بحر ولا قناه ملاحيه ولا نهر طبيعي بيبقى ليه الاسلوب المعين في الرصد بتاعه وبيبقى ليه التطبيقات. فلو احنا ابتدينا كده نشوف ايه هي المساحة البحرية، تمام؟ المساحة البحرية بمنتهى البساطة ان انا ببتدي اقيس قاع الارض او قاع المجرى المائي او قاع البحر، عايز احدد المناسيب بتاعته، عايز اشوف والله المركب وهي عايمة زي ما احنا شايفين هنا، الارض بتاعة البحر عمقها قد ايه، تمام؟ يعني دلوقتي لو انا عايز اعمل خريطة كونتورية، لو عايز اعمل خريطة كونتورية على الارض عادي جدا، هستخدم مثلا توتال ستيشن وابتدي اقيس المناسيب على شبكه، او استخدم مثلا ميزان وابتدي اخطط الارض واعمل زي شبكه واقيس المنسوب عن تقاطع الشبكه عشان اعرف اعمل ايه الميزانيه الشبكيه بتاعتي، او هشتغل بالجي بي اس مثلا واجيب المناسيب عند النقط بحيث في الاخر انا بشكل توبوغرافيه الارض، لو عندي حته منخفضه لو عندي حته مرتفعه بشكل توبوغرافيه الارض. نفس الكلام عندنا في المساحه الهيدروغرافيك، بس المشكله الكبيره عندنا ان احنا بنقيس بقى تحت الميه. فنفس الفكره انا عايز اجيب الطبوغرافيه قاع المجرى المائي، عايز اجيب طبوغرافيه قاع المجرى المائي زي ما احنا شايفين هنا اهو، ده كده خريطه لقاع مجرى مائي، المركب ماشيه في النص وبتقيس المناسيب وعاملين كلر كودنج عشان نحدد الارتفاعات والانخفاضات، ولو خدنا قطاع او كروس سيكشن هنا بيبان عندنا البروفايل زي ما احنا شايفين كاننا بنعمل ميزانيه طوليه، لو احنا بنعمل ميزانيه طوليه على الارض بنحدد الارتفاعات والانخفاضات. نفس الكلام عندنا في الهيدروغرافيك سيرفي لما نيجي نعمل قطاع فيها بيبين لي الارتفاعات والانخفاضات. احيانا بتتسمى المساحه او اللي احنا نجيب مناسيب قاع المجرى المائي بالباثومتريك سيرفي، بالباثومتريك سيرفي، بالباثومتريك سيرفي. الفكره بمنتهى البساطه لو انا عندي مركب زي ده بحط عليها جهاز يحدد لي احداثيات المركب، يحدد لي احداثيات المركب. غالبا حاليا طبعا بنستخدم جهاز جي بي اس واضح قدامنا هنا، بيبقى عندنا الاكس والواي والزد، يعني جهاز جي بي اس ده بيحدد لي الاكس والواي والزد. المركب بقى فيها ايكو ساوندر او جهاز معين بيبتدي يقيس لي العمق، بيبتدي يقيس العمق. في منه اجهزه بتقيس العمق على المايل، وفي منها اجهزه بتقيس العمق الرأسي. فمنتهى البساطه لو احنا قربنا الموضوع بشكل بسيط، لو جهاز جي بي اس ده عرف يحدد لي الايست والنورث بتاع المركب، وفي نفس الوقت حدد لي المنسوب اتش، وقتها هيكون منسوب ايه؟ هيكون منسوب الجي بي اس نفسه، تمام؟ لو انا جبت منسوب الجي بي اس ده وقمت طرحت منه المسافه ما بين الريسيفر والايكو ساوندر، وبعد كده طرحت منه المسافه اللي الايكو ساوندر قاسها، عرفت منسوب ايه؟ قاع المجرى المائي بتاعي او قاع البحر بتاعي. يبقى وقتها عرفت الاتش الجديد هنا اهو اتش واحد مثلا، وطبعا الايست والنورث هي هي اللي احنا بقيس عمودي. الفكره بقى كلها في الهيدروغرافيك سيرفي، ايه انسب وسيله اللي انا اقيس الايست والنورث؟ ايه انسب وسيله ان انا اقيس العمق بتاع الميه نفسها؟ هو ده التكنيك بتاع الهيدروغرافيك سيرفي اللي بيفرق من مكان للتاني، من منسوب للتاني، من مجرى مائي لمجرى ملاحي لبحر مفتوح. فلما نيجي نشوف اول حاجه التطبيقات بتاعتها عشان نعرف اهميه المساحه البحريه او الهيدروغرافيك سيرفي، لازم نعرف احنا بنستخدمها في ايه. اول حاجه عندنا الدريدجنج. يعني ايه الدريدجنج؟ اللي هو التكريك. لو عندنا مجرى ملاحي محتاج ان انا اعمل له عمليه تكريك. يعني ايه عمليه تكريك؟ لما اجي بنعمل حاجه زي قناه السويس مثلا، قناه السويس دي قناه ملاحيه الكروس سكشن اريا بتاعها هنا اهو، وبيبقى ليها عمق معين انا عارفه، العمق ده لازم يكون ما يزيدش، او يعني لازم يبقى فيه عمق معين علشان المركب بيبقى ليها غاطس، انواع معينه من المركب بيبقى ليها غاطس، فالمركب ما تشحطش وتخبط في قاع المجرى المائي. بس بعد فتره بيحصل عمليات بقى ترصيب، وتلاقي ايه البحر ابتدى ايه يعمل ردم، او الرمل ابتدي تتردم، وقاع المجرى المائي يبتدي منسوبه يعلى، فوقتها يعمل مشكله للمراكب دي. طب انا محتاج اعمل دريدجنج. يعني ايه دريدجنج؟ يعني ابتدي اطهر واخفض المنسوب
وارجع للمنسوب التصميمي. يعني انا كل فتره المجرى المائي ده بيحصل له ردم، او بيحصل له بيتردم جزء منه ومنسوبه بيعلى، فانا محتاج ان انا اخفض المنسوب ده. طيب عايز اعرف اخفضه فين؟ ما انا ممكن كل سنه او كل 6 شهور اجي اقوم عامل عمليه تكريك القناه من اولها لاخرها، تكلفتها عاليه جدا. لكن لو انا عرفت اعمل مساحه هيدروغرافيك سيرفي او مساحه بحريه لقاع المجرى المائي، فعرفت حصل فين الردم، حصل فين السكاورنج او النحر، وقتها اقدر احدد بقى المشاكل. بدل ما اعمل دريدجنج او تكريك على المجرى كله، ممكن يبقى في عندي كيلو او 2 متوزعين على المجرى المائي هو اللي محتاج اعمل لهم تكريك، فوقتها بيوفر عليا التكلفه. غير كده من المشاريع التانية اللي هو ازاي ان انا اعمل كونديشن سيرفي. يعني ايه كونديشن سيرفي؟ ان انا اطمن بقى على المشروع بتاعي. ده غير التكريك. يعني التفريعه بتاعت قناه السويس الجديده، في التكريك احنا اول اشتغلنا الحفر الاول لحد ما الميه ظهرت، بعد كده عملنا تكريك لحد ما وصل المنسوب. لكن في عندنا عمليه بتبقى مستمره بقى طول ايه السنه، كل فتره معينه ببتدي بعمل رفع مسيحي كامل عشان اطمن على المنشا بتاعي. لو انا مثلا شغال في ميناء، لو انا شغال في ميناء، فالميناء ليها ابروتش تشانل. يعني ايه ابروتش تشانل؟ احنا عندنا الميناء بيبقى مثلا ايه، ده كده البحر بتاعي. الميناء بتبقى عباره عن جزء كده جوه الارض مليان ميه علشان المراكب تعرف ايه ترس هنا، ده المرسى بتاع المركب، ويبقى فيه هنا ايه قريه البضائع بتاعتها واللوناش والكلام ده كله. طبعا هنا البحر او الرمل عندي عاليه، علشان كده علشان اعرف المركب تدخل بحفر في المج في البحر نفسه حاجه اسمها الابروتش شانل او قناه الاقتراب. الجزء ده بيبقى انا عامل له كروس سيكشن، يعني لو البحر كان منسوبه كده انا بعمل له كروس سيكشن وبقطعه بالمنظر ده عشان المركب تعرف تدخل والغطس بتاعها ما يشحطش. طيب طبعا في هنا تيارات بحريه كتير، فكل فتره بيحصل ردم في الجزء ده. علشان كده لازم افضل اطمن على المشروع بتاعي. يعني ايه اطمن عليه؟ كل فتره بعمل عمليه رفع مسيحي دوري علشان اطمن الابروتش شانل ده مفيش فيه مشاكل، لان لو في مشاكل والمركب دخلت ممكن يحصل لها تشحط، تحصل لها مشكله، المركب لو عطلت هتعطل المجرى الملاحه كله وتعطل الميناء كلها، يبقى فيها مشاكل كتيره جدا. تمام؟ فاحنا بنحتاج ان احنا نعمل زي مساحه دوريه او عمليات رفع مساحي دوري علشان اتاكد ان المنشا بتاعي او المشروع بتاعي في حالته الطبيعيه ما حصلش تاكل زياده عن اللزوم، ما حصلش ردم او اطماء زياده عن اللزوم. تمام؟ غير كده طبعا احنا عندنا زي منشآت الحماية البحرية لازم برضو اطمن عليها ان مفيش حصل فيها انهيارات او حصل فيها اي حاجة. عندنا بقى اللي انا بعمل اندر جراوند اوبستراكشن او كونديشن سيرفي. لما اجي ببتدي مشروع لازم اشوف قبل ما انزل بقى اي حاجة يا ترى في مشاكل ولا لا. كتير جدا في الاجزاء بتاعت البترول، في مناطق البترول زي في الكويت مثلا حاجة، بيكون بيمدوا ماسوره بترول او انبوب بترول تحت الميه. تمام؟ فلازم بيتعمل ليها رفع مساحي عشان نعرف الماسوره دي هتمشي فين بالظبط، علشان عمليات التثبيت والصيانه والكلام ده كله. في من ضمن الحالات والناس وكان في مكتب استشاري هناك بيعمل رفع مساحي، لقى قذيفه من ايام الحرب العالميه الثانيه. لقى قذيفه موجوده، ودي طبعا عمرها ما تتكشف الا بعمليه رفع مساحي البحري. فطبعا تخيل لو في قنبله موجوده جنب خط بترول، مصيبه. فدي من ضمن الحاجات اللي بتحدد لنا مشاكل. طبعا حته القنبله دي كانت من الحاجات الاكستريم، بس من دي الحاجات اللي بتقول لنا المشاكل جت منين. في عندنا حاجات تانية مثلا ممكن يبقى زي شعب مرجانيه مثلا، في عندنا زي مركب غرقانه، الكلام ده كله لازم يتحدد قبل ما نبتدي نعمل عمليات الانشاء بتاعتنا. في عندنا من ضمن المشاريع بتاعتنا اللي هو الكوستال انجينيرنج سيرفي، اللي انا ببتدي احدد اعمل رفع مساحي للشواطئ لحدود البحر عندي، نشوف والله حصل سكاورنج او اطماء فين، حصل سكاورنج او نحر فين، حصل اطماء فين، لما اجي احط بريك ووتر او اجي احط كسر امواج يتحط فين وتاثيره ازاي. لما اجي بحط كسر امواج يا شباب بيبتدي الرمل يرص، لان كسر الامواج بيخفض سرعه الميه، فالميه شايله الرمل تبتدي ترسبها في حتت معينه. ودي من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها على الساحل الشمالي كله من اول العريش لحد تقريبا اسكندريه، في مناطق حصل فيها نحر كبير جدا، فابتدينا نحط كواسر امواج عشان نعمل عشان الشاطئ نعيد استرجاع الشاطئ تاني بعد ما كان اتاكل بشكل كبير جدا بسبب اعمال النحر. في حاجات كتيره جدا احنا ممكن بقى نشتغلها في المساحه البحريه، زي مثلا بنيجي نعمل
مساحة للظروف البيئية. يعني لما نيجي مثلا حتة زي شرم، شرم الشيخ مثلا مشهورة بالشعاب المرجانية بتاعتها، وان تيجي تنزل تحت المية عشان الناس تعمل سنوركلينج والكلام ده. بس أحيانا بيبقى في ظروف بتأدي لموت أو لموت الحياة البحرية في مناطق معينة. في مناطق معينة حصلت في شرم، من ضمن الإنشاءات اللي حصلت هناك إن حصل في تلوث في منطقة معينة، فالشعاب المرجانية ابتدت تموت. فده طبعا بيأثر على السياحة وبيأثر على البيئة وبيأثر على حاجات كتيرة جدا. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنحتاجها في شغل المساحة البحرية ان احنا نبتدي نعمل رفع مساحة للمنطقة كلها ونشوف الشعاب المرجانية بقت فين، يا ترى الظروف البيئية حصل لها ايه، المية اتغيرت ما اتغيرتش، يا ترى في نسبة كيماويات زادت، يا ترى درجة حرارة المية زادت بشكل معين فده بيأثر على الحياة البحرية. الكلام ده كله من ضمن المشاريع اللي المساحة البحرية بتسند فيه. طيب زي ما اتفقنا المساحه البحريه مقسومه لجزئين. اول حاجه اللي انا حدد البوزيشن بتاعي، البوزيشن بتاعي اللي هو الايست والنورث، وده غالبا بنحدده حاليا طبعا بالجي بي اس. زمان كنا ممكن نستخدم حاجات مانيوال، هنشوف مع بعض يعني ايه مانيوال، اللي هو حاجه اسمها تاج لاين او بالتوتال ستيشن. وبعد كده عايزين نحسب، بعد ما نحسب الاكس والواي والزد لمكان المركب، عايزين نحسب بقى ايه عمق البحر او عمق قاع البحر تحت المركب دي. زمان كان في حاجه اسمها التاج لاين. يعني ايه التاج لاين؟ مركب زي ما احنا شايفين هنا اهو، وفي حبل واصل ما بينها وبين الارض، حبل واصل ما بينها وبين الارض، تمام زي ما احنا شايفين هنا. طبعا في حد على المركب ببكره بيقيس طول الحبل ده، فاحنا عرفنا الديستانس ال، عرفنا كده الديستانس ال. وفي واحد واقف على البحر هنا اهو بيقدر يقيس الزاويه بتاعتها، كانها زي شغل توليد بالظبط. يعني لو افترضنا ان ده كان اتجاه الشمال نورث، ممكن يجي يقيس لك الزاويه دي، يقول لك الزاويه دي كده 80 درجه، يبقى انت كده عندك الالفا وعندك الال. لو حللتها طبعا انت عارف احصائيات القاضي، لو حللتها يجيب لك المركبات دلتا ايس ودلتا نورث، وقتها تعرف تحسب احداثيات ايه المركب. هو الطريقه القديمه جدا دي، تمام كده انت عرفت احصائيات المركب. ممكن تبقى عارف عن طريق المد والجزر منسوب المركب عامل ازاي، يعني لو عندك مقياس للمد ولا حاجه. وبقى في عندك هنا زي ايه، زي قامه او عصايه بتنزلها بقى تحت لحد ما تخبط في القاع وتشوف العمق بقى قد ايه. يبقى احنا عن طريق المسافه اللي هي التاج لاين، وعن طريق المساح اللي واقف هنا وقاس الزاويه، عرفنا الاحساس الايس والنورث. عن طريق بقى المنسوب بقى وقتها بتاع المركب نقدر نقيس مثلا عن طريق التايد جيج مثلا ولا حاجه، او مقياس المد، وبننزل عصايه كده او قامه نقيس العمق هنا قد ايه ونقدر نحسب منها المنسوب. ده التكنيك القديم. طبعا حاليا بقى التكنيكس اختلفت جدا، عندنا جي بي اس بيتحط على المركب بيحسب الاحساس بتاعتك، وفي عندنا بقى ايه زي ايكو ساوندر. الايكو ساوندر بقى يبتدي يقيس بقى العمق دهوت في الارض قد ايه، ونبتدي نطرح زي ما احنا شايفين. وعشان نعمل كاليبريشن بيبقى فيه احيانا ايه زي اتنين سنسور، اتنين سنسور، سنسور دقيق شويه زي ما احنا شايفين هنا في الموجود هنا قدامنا بيرصد نقطه بدقه عاليه، وفي عندنا سنسور عريض يبتدي يقيس بقى الشريحه بقى بتاعتنا. فلما المركب تيجي تبقى ماشيه في الاقيها بتقيس شرايح زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت بتقيس تشيك لاين عمودي. يعني ايه تشيك لاين عمودي؟ يعني المفروض الشريحه دي نعمل لها كاليبريشن بالتشيك لاين دول، لان عارف ان المناسيب على الخط الاحمر دي دقتها عاليه جدا. المناسيب اللي على الخط الاحمر دي دقتها عاليه جدا، والمناسيب العرضيه دقتها مش عاليه قوي. فابتدي اشوف والله المنسوب بتاع الخط العرضي ده لما يجي يتقاطع مع الخط الاحمر في فرق قد ايه؟ مثلا سي متر، 20 سم، 50 سم. ابتدي اصلح بقى الكروس لاينز دي باعتبار التشيك لاين بتاعتي، لان انا عندي هنا الاكيرسي هنا عاليه فيها، تمام، وده بيديني دقه عاليه في الشغل بتاعي. علشان اقيس المناسيب بقى، يعني احنا قبل كده احنا عرفنا ازاي نقيس ايه الاحداثي. قيسنا الاحداثي عن طريق ايه، اول حاجه التاج لاين زي ما احنا شفنا، بعد كده طبعا جي بي اس هو دلوقتي اسهل حاجه اللي احنا نشتغل بيها وادق حاجه اللي احنا نشتغل بيها. طب نقيس المنسوب ازاي او العمق ازاي؟ ممكن نقيسه عن طريق زي ما اتفقنا قامه مدرجه، او ابسط حاجه حبل التقل، يعني ننزل حبل كده التقل هنعرف نقيس العمق قد ايه. بس طبعا ايه الحبل وقتها ممكن لو في اي تيارات بحريه ولا اي حاجه تخلي الحبل يحصل له كيرفتشر، كيرفت بالمنظر ده، فطبعا هيقيس له عمق ايه اكتر من اللي احنا عايزينه. لكن الموجود عندنا اللي احنا بننزل قامه مدرجه بالمنظر ده، ونقدر ناخد القرايه بتاعت الميه، فنقدر نشوف والله العمق بقى وقتها قد ايه بتاع عمق الميه تحت سطح الميه، واحنا عندنا بقى منسوب سطح الميه عن طريق التايد جيج. طبعا بعد كده في عندنا ايكو ساوندر، جهاز اسمه الايكو ساوندر، عباره عن زي جهاز السونار بالظبط، بيبتدي يدي اشاره، الاشاره دي بتخبط في الارض
بتاع البحر وترد لنا تاني، ونبتدي نقيس بقى الزمن اللي خليته رايح جاي، واحنا عارفين السرعه بتاعتها في الميه قد ايه، تمام، ونحسب منها المسافه. في عندنا من ضمن الاجهزه اللي هو السنجل بيم اكوستيك ديبس ميجرمنت، زي ما اتفقنا اللي هو بيدي اشاره تخبط هنا هو وترجع تاني، ونبتدي نقيس المسافه عن طريق ايه؟ السرعه في الزمن في نص. ليه في نص؟ لان هو خد المسافه رايح جاي. ده اسلوب القياس بتاع الايكو ساوندر، وده شكل من شكل اجهزه الايكو ساوندر. ولازم في الحاجات دي نعملها كاليبريشن. ليه نعملها كاليبريشن؟ زي ما احنا عارفين ان سرعه الضوء في الفراغ ثابته، سرعه الالكترومغنيتيك ويف في الفراغ ثابته، سرعه الالكترومغنيتيك في الويف في الهواء اقل سنه، بس احنا بنعتبرها هي هيها ايه؟ سرعه الضوء. طيب سرعه الضوء في الميه، سرعه الالكترو اللي هو الايكو، سرعه الصوت في الميه، لان ده ايكو ساوندر، سرعه الصوت في الميه بتختلف، سرعتها ما هياش نفس سرعه الهواء، تمام، وبتختلف باختلاف ايه؟ والله درجه ملوحه الميه، التربيدتي او العكاره في الميه، لو في الجي او في اللي هي الطحالب في الميه، الكلام ده كله بيأثر معايا على سرعه الصوت، على سرعه الصوت في الميه، لان ده ايكو ساوندر، تمام. طيب لو سرعه الصوت في الميه انا ما اعرفهاش، اكيد هقيس مسافه غلط، علشان كده لازم بنعمل حاجه زي الكاليبريشن. الكاليبريشن ده بنجيب زي ايه؟ سسبندد بار. يعني ايه سسبندد بار؟ عباره عن قضيب كده او بليت معلقينه في المركب، وطبعا معلقينه باحبال او خيوط، احنا عارفين طولها بالظبط قد ايه، فانا عارف المسافه من هنا لهنا قد ايه بالظبط، وببتدي اشغل الايكو ساوندر واشوف هيقيس المسافه دي صح ولا غلط، هيقيس المسافه دي صح ولا غلط. طبعا احنا بنقيسها ليه؟ عشان نعرف نسبه الخطا قد ايه. يعني لو قايس المسافه دي سي مثلا 10 متر، وده يسوي الايكو ساوندر يسهل 9 متر 95، يبقى انا عارف ان هزود 5 سم في الشغل بتاعي. طبعا الكاليبريشن ده لازم ما بيتعملش مثلا في حته وهشتغل في حته ثانيه، لا ده بيتعمل في نفس المنطقه بتاعت الشغل بتاعتي، لان زي ما اتفقنا ان سرعه الصوت هتختلف باختلاف العقاره، باختلاف درجه الملوحه، باختلاف في طحالب بحريه، فلازم اعمل الكاليبريشن في المكان اللي انا هعمل فيه الشغل بتاعي. تمام؟ فده الفكره بتاعت الكاليبريشن او الكاليبريشن بار بنعمل بيه ايه. طيب في عندنا طريقه تانية لرفع المساحه، لو عايز بقى منطقه عريضه شويه وعايز ابتدي انجز في الشغل، بجيب بقى كذا ايكو ساوندر جنب بعض وبحطهم على كاميرا زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، وكل واحد فيهم يبتدي يقيس، وانا اوريدي عارف احداثيات المركب عن طريق الجي بي اس، وعارف احداثيات كل ايكو ساوندر، يعني جي بي اس هنا عارف بقى احداثيات كل ايكو ساوندر في الاتجاه ده قد ايه وفي الاتجاه ده قد ايه، فاقدر احسب المناسيب بتاعتي. طيب دلوقتي انا عرفت المنسوب بتاعي هو من فين؟ من هنا لحد هنا. تمام؟ طيب انا علشان اعرف اعمل كاليبريشن صح محتاج اعرف احسب التايد او المد. عندنا المد والجزر بيحصل مرتين في اليوم، فانا محتاج اعرف منسوب المايه دهوت قد ايه. ليه الكلام دهوت كله؟ لان في الاخر عايز اجيب قاع المجرى المائي او قاع البحر لمنسوب. احنا في المساحه الارضيه بنحسب للمين سي ليفل، متوسط منسوب سطح البحر، تمام. في المواني والقناه الملاحيه بنحسب للمين لو ووتر ليفل، مش المين سي ليفل، المين لو ووتر ليفل، هو تقريبا متوسط اقل منسوب للميه. ليه متوسط اقل منسوب للميه؟ لان ده امن حاجه بالنسبه للمركب. لو انا اشتغلت على المين سي ليفل وارد جدا اجي ادي رقم ولا حاجه يكون مثلا عمق المركب كبير شويه، تمام، والمركب فاكراه سيف، لما الميه بتاعت لما منسوب الميه ينزل شويه تلاقي المركب خبطت في الارض. لكن لو احنا منسبين كل حاجه لاقل او متوسط اقل منسوب بيحصل عندنا، تمام، يبقى انا دايما في السيف سايت، خصوصا لما المراكب تيجي تدخل، خصوصا المراكب اللي ليها هويت او ليها قاع كبير او عمقها كبير في البحر، تمام. احنا عندنا التايد داتا بنقيسه على حسب الارتفاع وعلى حسب الانخفاض بتاعتنا، وفي عندنا تشارتات بتحسب الداتا بتاعنا، وفي عندنا اجهزه بتقدر نحسب منها او نقيس منها التايد او المد او الجذر، زي الاجهزه اللي احنا شايفينها هنا اهو. ممكن ابسط حاجه نحط آلة مدرجه تحسب لنا المد والجذر، طبعا ده بيحتاج بقى حد يروح ياخد قرايه بنفسه. وفي طبعا عندنا اوتوماتيك تايد جيج او جهاز اوتوماتيك بيقيس التايد جيج، وبيبتدي يدي الارقام وبيدي القياسات للمركز بتاع المارينا او المركز بتاع المينا. طيب خطوات اعمال رفع المساحه، خطوات اعمال رفع المساحه الهيدروليكي، عندنا اربع خطوات، عندنا اربع خطوات. اول حاجه شغل المكتب، ما فيش شغل مساحه بيتعمل قبل ما نعمل فيه قبليه شغل المكتب. ايه هو شغل المكتب هنا؟ هو اللي احنا لازم نشوف المنطقه بتاعت الدراسه بتاعتنا،
نشوف مناطق الدراسة بتاعتنا ونجيب أي خرائط قديمة للمنطقة. لو في عندنا مشاكل موجودة هتظهر، يعني أنا لو الخريطة عندي قديمة بيقول لي خلي بالك في هنا مراكب غرقانة، خلاص يبقى أنا عرفت من الأول إن في هنا إيه مشكلة، أبتدي أتلافاها وأنا شغال. تمام، أبتدي أشوف والله في عندنا كنترول بوينتس ولا لا، يعني في عندنا رابرات دي كنترول فيرتيكال كنترول بوينت، في عندنا نقط مثلثات، في عندنا نقط جي بي إس، الكلام ده كله محتاجه. المترولوجيكال داتا اللي هي زي ايه ظروف الظروف البيئيه اللي هي الضغط قد ايه، الحراره قد ايه، بخار الميه قد ايه، وبعد كده اشوف البروجكت سبيسيفيكيشنز، ده اهم حاجه عندي، الكلاينت او العميل عايز ايه، تمام، ايه هي مواصفات المشروع، والله عايز اكيورسي عاليه جدا ولا عايز اكيورسي متوسطه ولا هو طالب ايه، لان ممكن العميل يكون طالب حاجه وراح يقيس حاجه تانيه، تمام، يبقى انا كده ضيعت شغلي في الفاضي، هو طالب حاجه معينه، فلازم احدد كل السكوب بتاعي على حسب الطلبات المطلوبه مني في المشروع. بعد كده بعمل رفع مساحي مبدئي، بعمل رفع مساحي مبدئي، تمام، او بتجهيز للشغل بتاعي زي ايه، اللي انا ببتدي بقى اجهز كنترول ستيشنز بتاعتي، بتعمل بثبت نقط ثوابت في المنطقه، ببتدي اقيس منسوب الميه، بحدد مناطق لقياس مناسيب الميه، تمام، بعد كده ابتدي اعمل الرفع المساحه بتاعتي، بنزل بقى بالايكو ساوندر بالمركب بتاعتي بالجي بي اس وببتدي اعمل الرفع المساحه المطلوب كله، تمام، وبعد كده باخد الكلام ده كله للمكتب وابتدي اعمل اناليسز وابتدي اصلح الشغل بتاعي لو في عندي اي اخطاء، لو في عندي اي حاجه نشكك فيها ممكن نضطر انزل اقيسها تاني اشيك، او لو في عندي اي تصحيحات ببتدي اعملها، خرايط بقى ابتدي اطلعها، وبعد كده اشوف الكلاينت محتاج مني ايه اللي هي بنسميها الدليفربلز او الخرايط اللي مطلوب مني بقى، طالب مني تقرير، طالب مني تشارتات، طالب مني توصيات، طالب مني خرائط، ببتدي اجهزها على حسب المطلوب. طبعا حاليا الموضوع اتطور شويه، بقى في عندنا حاجه اسمها اللايدر او اللايت ديتكتنج اند رينجنج سيستم. الباثيمتري في اللايدر الموضوع بقى اكيوريت قوي، بقى سريع قوي. ده في دلوقتي الفكره كلها حاليا ان احنا بنحط ليزر سكانر على طياره، والطياره ده هي بتطير بسرعه عاليه جدا، تمام، وتبتدي بقى ترصد. الليزر ده جزء منه بينعكس مع سطح الميه، وجزء منه بيخترق سطح الميه وبينعكس من على ايه؟ من على قاع البحر، من على قاع المجرى المائي نفسه. فاقدر اقيس سطح الميه منسوبه قد ايه؟ واقدر اقيس قاع المجرى المائي منسوبه قد ايه؟ طبعا المشكله الكبيره في موضوع اللايدر ده هوت ايه؟ ان الضوء نفسه بينعكس، ان بيحصل له انكسار في الميه، زي ما احنا عارفين طبعا الظاهره بتاعت انكسار الضوء في الميه، ان هو بدل ما يقيس في الاتجاه ده بيحصل له انكسار، فلازم نبتدي نصلح الكلام ده كله. تمام؟ فلما بيجي يحصل له انكسار ممكن يبقى فيه مشكله في القياس، غير كده ان شعاع الضوء نفسه ان هو يعدي ويدخل الميه ويخبط ويرجع تاني، ده بيعتمد اول حاجه على عكره الميه، لو الميه عكره مش هيخترق الموضوع ده. يعني لو الميه صافيه هيقدر يخترق مثلا 20 متر، 30 متر، 40 متر، لو الميه عكره ممكن اخره يبقى 2 3 متر مثلا وخلاص خلصنا على كده. تمام؟ فطبعا دي من ضمن المشاكل بتاعت اللايدر. بس طبعا ميزته ان هو بيغطي لك تقريبا 20 ضعف الكميه اللي بيغطي الكميه اللي بتغطيها المركب، يعني الشغل اللي المركب تعمله في 20 يوم الطياره بتقدر تعملها في يوم واحد، فطبعا بيوفر لنا كتير جدا في التكاليف. في عندنا حاجه ثانيه اسمها زي السايد سكانر. ايه السايد سكانر ده؟ بيبقى سكانر بقى محطوط بقى جنب المركب زي ما احنا شايفين، وبيبتدي بقى يقيس بقى بدقه عاليه لو في عندنا مشكله معينه. يعني في عندنا بقى مشكله معينه احنا بنحددها بالمساحه مبدئيا، بعد كده نحدد والله لا ده في هنا ايه؟ ريف مثلا، ريف زي حد بحري ولا حاجه، عندنا في مشكله زي مركب غرقان، عايزين بقى نحدد الحساب بقى بالظبط والشكل التفصيلي عشان حتى نعمل انشاءات هنا او نوصل زي ما احنا شايفين هنا انبوبه بترول. بنبتدي نقيس زي ما احنا شايفين بدقه عاليه جدا للمنطقه كلها، ونعمل سكان للمنطقه كلها عشان نبتدي نحدد المسار بتاع انبوبه البترول. طبعا دي من ضمن الحاجات المشهوره جدا في الخليج اللي احنا بنعمل توصيل لانابيب البترول تحت الميه. ومن ضمن طبعا المشاكل اللي هو بنسميها السكوات افكت، اللي هي المركب نفسها لما تبتدي تميل او تتحرك بسبب الامواج، ده ممكن يدينا قياس غلط، لان احنا دلوقتي احنا عاملين سيت اب للايكو ساوندر ازاي؟ ان هو يقيس راسي، تمام؟ طب لو المركب مالت هيقيس على المايل، فهيجيب لنا منسوب غلط، فده من ضمن الحاجات اللي بنحتاج ان احنا نعمل لها تصحيحات. والسكوات افكت ده من ضمن المشاكل الكبيره جدا اللي بتبقى موجوده في حاملات الطائرات، يعني لو حاملات طائرات زي حاملات الطائرات الامريكيه والفرنسيه والكلام ده، لو طياره جايه نازله على المركب، المركب بتميل مش هتنزل، هتخبط. فبيظبطوا المنسوب بتاع المركب ويعملوا لها ليفلنج عن طريق الجايروسكوب، يبقى في جايروسكوب كبير جدا موجود في المراكب الضخمه اللي زي دي، تمام، بحيث ان هو يعمل ليفلنج ويظبط منسوبها لما تيجي طياره بتنزل او تطلع والكلام ده. طبعا بيبقى احيانا دي تكنولوجي كبيره ان هي تتحط في مركبه لقياس المنسوب مش اكتر يعني،
تمام. بس احنا ممكن بس ان احنا نحط من غير ان هو جايروسكوب يصحح، ممكن بس ان احنا نقيس الميول والمكان يبقى نصحح بعد كده الميل نفسه، يعني ممكن نقيس الميل بتاع المركب قد ايه ونبتدي نصحح عن طريق كوزاين الزاويه او ساين الزاويه، او نوقف القياس وناخد القياس لما يبقى ايه وضع المركب سليم، الوضع ما فيش فيه اي مشاكل، او او السكواد بتاعتنا في الوضع المسموح بيه او الايرور في الحدود المسموح بيها. اتمنى يا شباب الموضوع يكون واضح، لو حد عنده اي مشاكل يا ريت يكتب لي سؤال في كومنت.